السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة الكرام، سؤال نسأله: هل تعيش الأمة في هوان؟ أمة عصت ربها وتآكلت أطراف بلادها فانكسرت أمام عدوها وأقصيت عن عرش عزها، ودب إليها داء الأمم قبلها الحسد والبغضاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأمة تعيش في هوان، والهوان هذا راجع إلى كثير من الأسباب، نذكر بعضها ثم نذكر المخرج من الهوان الذي تعيشه أمتنا في هذه الآونة. أول سبب من أسباب الهوان هو البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. الإنسان إذا ابتعد عن الله عز وجل فلا يمكن أبدا أن يهنأ بعيش. إذا كان الإنسان بعيدا عن ربه، بعيدا عن أوامر الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن الانتهاء عما نهاه عنه الله سبحانه وتعالى، فلا بد وأن تعيش الأمة بسبب هذا البعد في هوان وضعف، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمم قد يعني تتكالب وتتداعى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أو من قلة في هذا الوقت؟ يعني هذا الأمر يكون بسبب أن عدد الأمة قليل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير. ثم لكن ذكر سمة سائدة أو صفة لازمة لهؤلاء الناس في هذا الوقت أو في هذا الزمان، قال: لكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني كسرة بلا مضمون، كسرة بلا فاعلية، كسرة بلا تطبيق على أرض واقعنا، كسرة بلا قرب من الله سبحانه وتعالى، كسرة بلا يعني إيمان بقضاء الله وقدره، كسرة بتسخط على ما أراد الله سبحانه وتعالى، وهكذا. لذلك قال: بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه، قال يعني: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. ومعلوم من هذا الكلام أن الله عز وجل يوجه الخطاب لمن خالف أمره سبحانه وتعالى، من خالف أمره، هذا توعد من الله عز وجل لمن خالف أمره ولم يجتنب نواهيه سبحانه وتعالى، قال: فإن له معيشة ضنكا. كما أنه بالعكس، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ذكر الله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة، وذكر أنه يأخذ أجره غير منقوص، لكن الذي يبتعد عن رب العالمين يحس بهذا أو يشعر بهذا الضنك وهذا الألم وهذا البعد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك دايما بنوصي بنقول: يا جماعة، دايما اهتموا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، اهتموا بقراءة القرآن بالقلوب. القرآن هذا عبارة، القرآن كون صامت، القرآن هذا كون صامت، والكون هذا قرآن ناطق، أو القرآن هذا بيتكلم وبيعطي للإنسان دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. ومن ثم ينبغي على المسلم أن يقرأ القرآن ويتدبر آياته، وهذا التدبر هو الذي يزيد الإيمان في قلبي، يجعل الإيمان يزيد في قلب المؤمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الإيمان يزيد وينقص، لذلك قال: ساعة وساعة.
إذا أردت أن يزداد الإيمان في قلبك فعليك بأن تظل في بيئة الإيمان. لذلك احنا بنقول دايما الإنسان ينبغي عليه أن يبتعد عن موارد الأهواء والبدع، يبتعد عن موارد الأهواء والبدع والضلالات. ولذلك الخطاب ده موجه مباشرة للشباب، أنك ما تسلمش نفسك لبعض المواقع على مواقع التواصل وتدخل بحجة إن أنت حابب تعرف بيقولوا إيه، حابب تعرف بيتكلموا إزاي، حابب تعرف المناقشات عاملة إزاي. أنت لست أفضل من يوسف عليه السلام، لست أفضل من يوسف عليه السلام، لأن يوسف عليه السلام ماذا قال؟ يعني طلب من الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه كيد النسوة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يوسف مع أنه نبي كريم، ابن نبي كريم، ابن نبي كريم، إلا أنه قال لله سبحانه وتعالى ونادى الله سبحانه وتعالى وقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني إيه؟ يعني أحيانا يا أخوانا الضغط زي ما بنقول كده باللهجة العامية بيولد الانفجار. فما تجيش انت لا لا قليل العلم وقليل الفقه وما عندكش ضربة ولا ممارسة وممكن تبقى شاب، وبعدين ترمي بنفسك في مستنقع أهواء ومستنقع انحرافات ومستنقع إلحاد ومستنقع بدع، وتقول أنا عايز أشوف بيقولوا إيه، يعني حابب أعرف بيتناقشوا في إيه. ده غلط، ده غلط، لأن الإنسان إذا عرض نفسه إلى بيئة إيمانية يبقى الإيمان يزيد، وإذا عرض نفسه إلى بيئة غير إيمانية فبتيجي تبص بتلاقي الإيمان عنده بيقل. وده واضح جدا جدا في أوقات الطاعات. هو ليه 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 رمضان يعني بتحس إن كل قرآن وكل صلاة وصيام وبر وأعمال طيبة؟ ليه؟ لأن ده بيعمل وده بيعمل وده بيعمل، فبينهضوا الناس، بتنهض مع بعضها وبتشجع بعض، ويعني بتتسارع في الخيرات. لكن في غير رمضان بتيجي تبص ليه بقى إيه اللي هو التكاسل، بتلاقي المرشلية زي إحنا ما بنقول. لذلك تلحظ هذا الملحظ في أن الله عز وجل، في أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمرنا إن إحنا نصوم ما بين رجب وشعبان. ليه؟ ما بين المحرم وشعبان اللي هو شهر الله رجب. ليه؟ لأن معلوم أن الناس قد تغفل بين رجب ورمضان، فبيقول إن صيام شعبان ده من أفضل الصيام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد يصوم شعبان لا يفطر فيه. ليه؟ لأنه بيبقى وقت غفلة، يعني الناس تنتظر رمضان ففي راحة مثلا وعدم استعداد. صلاة الليل أفضل صلاة، صلاة الليل ليه؟ لأن الناس متكاسلة أو معظم الناس نايم خلاص، فما فيش اللي يشجعك، ما فيش اللي يأخذ بيدك، ما فيش اللي يعلي همتك. لذلك لما بنقول إن أنت بتدخل على حاجات مثل هذه الأشياء فبتبدأ يلقى عليك بعض الشبهات، أنت ما عندكش ردود، ما عندكش حلول، ما عندكش خبرة، فبالتالي ممكن تزلق قدمك بسبب دخولك في هذه الأشياء أو هذه المنعطفات الخطيرة على القلب وعلى العين وعلى الأذن. فأنا بوصي بقول لا، ابتعد عن موارد الأهواء والبدع، وعرض نفسك دايما إلى أماكن الرحمات، عرض نفسك إلى أماكن الرحمة، إلى أماكن استجابة الدعاء. هو إيه اللي خلى أبو هريرة مثلا يفوز ببعض الأشياء من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إيه يعني إيه السبب اللي خلى أبو هريرة يتميز في بعض الأشياء؟ يعني أعطيك مثال لكثير من الصحابة وليس لأبي هريرة فقط. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما قال من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن، خلاص إيه اللي حصل؟ سارع أبو هريرة رضي الله عنه وقال قلت أنا يا رسول الله، قلت أنا يا رسول الله. إذن هو تعرض لرحمة النبي عليه الصلاة والسلام، تعرض لكلام النبي عليه الصلاة والسلام فاستفاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام، أبو هريرة قال فأخذ النبي بيدي فعد خمسا، قال إما أخذ بيده فعد خمسا على يد النبي عليه الصلاة والسلام أو عد على أصابع أبي هريرة رضي الله عنه. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام عد خمسا، قال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن مؤمنة، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس،
وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ليه تعرض ففاز بهذه الوصية الجامعة الماتعة التي قد نقف معها إن شاء الله عز وجل في اللقاءات القادمة، إن يعني طال بنا عمر إن شاء الله بحوله وطوله. طيب برضو عندنا مثلا نموذج، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أمتي 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، 70 ألف، فلما وصفهم أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون، ما بيتشأمش وما بيطلبش الرقية وعلى ربهم يتوكلون، إيه اللي حصل؟ فقال عكاشة رضي الله عنه: اجعلني منهم يا رسول الله، اجعلني منهم يا رسول الله، وأنا منهم يا رسول الله. فقال: أنت منهم. فقال: أنت منهم. هو فاز بهذه الدرجة ليه؟ لأنه تعرض إلى لهذه البيئة وهذا المجتمع الإيماني. ولذلك احنا بنقول دايما من أكثر الأشياء تأثيرا في الإنسان الأصدقاء والبيئة اللي عايش بيه، الأصدقاء والبيئة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليه؟ لأنه هو قد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، بسبب الصاحب، بسبب الزميل في العمل أو في الدراسة أو في الجامعة، بسبب الرفيق، بسبب كذا، قد تزل القدم كما ذكرت لكم، وقد تتسبب، على عكس الصديق الصالح، على عكس الرفيق الطيب الذي يعني وصف الله عز وجل وميز بين ذلك، وقال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين، إلا المتقين. فأول باعث على الهوان الذي تعيشه أمتنا، أول باعث إن الناس ابتعدت عن ربها سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم. ولذلك دايما الإنسان محتاج زي ما قلت لك إن هو يقرأ القرآن، محتاج إن هو ينظر في آيات الله سبحانه وتعالى، سواء الآيات الكونية، الشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار المحيطات، الحيوانات، الجمادات، كل هذا، السماوات، الأرض، الجبال، كل هذا دال لا ريب على قدرة ووجود الله وعظمة الله سبحانه وتعالى، كما ذكر رب العالمين: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم ذكر الله صفتهم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ده أول أمر أو أول سبب من أسباب الهوان، هو البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا واضح لا شك ولا ريب فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منه وقال: اتق الله حيثما كنت، على أي حال كنت وفي أي مكان كنت، لابد وأن تكون متقيا رجاعا إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لا يقسى أو لا يقسو هذا القلب. وإذا قسى قلب العبد لم تنفعه موعظة، إذا قسى قلب العبد لم تنفعه موعظة كالأرض إذا سبخت لم ينفع الماء. السبب الثاني من أسباب الضعف وأسباب الهوان، وأن أنت تحس فعلا أن كلام النبي بيتحقق على أرض الواقع، وده يعني ده من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، بل أراه من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام التي أخبر بها مجتمع كتير ومتعدد واتجاهات كثيرة جدا جدا وثقافات مختلفة، لكن لا تأثير له حقيقة على أرض واقعنا الذي نعيشه. لذلك احنا بنقول أن من أسباب هذا الضعف وهذا الهوان أيضا الجهل والعصبية، الجهل والعصبية. أنا ذكرت لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من داء الأمم السابقة اللي هو الحسد والبغضاء، الحسد والبغضاء. ولذلك انظر تجد أن الحسد قد انتشر بطريقة غريبة جدا جدا وطريقة واسعة وأخذ مجالات كثيرة جدا بسبب ومن غير سبب. قد تجد أخا يحسد أخاه، تجد صديقا يحسد صديقه، وهكذا بسبب وبدون سبب زي ما ذكرت لكم، لا سيما في القرى والأرياف يعني. فده من داء من أدواء الأمم السابقة كما ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام. الجهل أيضا من الأسباب الرئيسة في ضعف الأمة وهوان الأمة وانكسار الأمة وانكفاء الأمة وتراجع الأمة، مسألة الجهل والعصبية.
الجهل والعصبية. الجهل أولا، الجهل ده يا أخوانا المقصود به الجهل بتعاليم الدين، الجهل بتعاليم الدين الحنيف الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والعصبية بنت الجهل، العصبية بنت الجهل، يعني لا تكاد تجد متعصبا إلا وهو جاهل. لا تكاد، تاني أنا بقول تاني، لا تكاد تجد متعصبا إلا وهو جاهل ولا ريب، جاهل ولا ريب. لا يمكن أبدا تجد إنسان سوي إلا وعنده أثر من علم، إلا وعنده قسط وحظ وافر من العلم. والعصبية هذه بسببها أخرج إبليس عليه من الله ما يستحق من الجنة، أو طرد من الجنة، وتوعده الله سبحانه وتعالى أنه خالد في النار، لأنه ادعى لنفسه الكمال وادعى لنفسه العنصر الأقوى والأجمل. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فإياك وحذاري أن تتصف بهذه الصفة السقيمة في حياتك وبين أقرانك، أو تعيش بهذه الصفة المذمومة. أنا أحذرك من كلمة أنا، وأحذرك من كلمة لي، وأحذرك من كلمة عندي. الثلاث كلمات دول حاول تبعدهم عن نفسك، الثلاث كلمات دول حاول ان انت ما تستعملهمش الا في اضيق الحدود. كلمة ايه؟ انا، اللي هي اوقعت ابليس، انا خير منه. فالانسان يقولش انا عملت وانا كذا وانا كذا وانا كذا، وينسب الفضل لنفسه، وده واقع وكتير جدا جدا. يبقى مجموعة مثلا قائمة على عمل معين، مجموعة مثلا بتجتهد في انجاز مهمة معينة، مشروع معين، مصلحة معينة، مساعدة لكذا، مساعدة الفقير لعائلة، وبعدين تيجي واحد يقول لك انا عملت كذا وانا كذا. لا، يعني ابتعد عن كلمة انا كما ذكرت، لان هذه تدل على العصبية، وايضا هذه من توابع الجهل. اثنين، كلمة لي، كلمة لي برضو الانسان ما يفتخرش باللي عنده، يعني خلاص، لأن فرعون يعني ذكر ذلك وادعى، وقال يعني أنه لم يكن لي ملك مصر، يعني ادعى أن ملك مصر، ملك مصر كله له. بعدين كلمة عندي أيضا ينبغي على المسلم أن يتحرز أو يتحرس أو يبتعد منها. دايما ما تقولش أنا عندي كذا أنا كذا. ليه؟ لأن ده قول قارون لما يعني قالوا له يعني ولا أحسن كما أحسن الله إليك، يعني وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. فبدأ يقول إيه؟ إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي. وعلم عندي دي معناها إيه؟ ممكن الواحد يكون متعلم ودرس، ونتيجة العلم والدراسة ربنا كرمه واستفاد وأفاد وتقدم واجتهد والكلام ده ماشي، لكن هو هنا بيقصد يقول كل اللي حصل ده السبب الوحيد والحصر فيه ذكائي وحساباتي الخاصة ومهارتي وكذا، ولم ينسب لله سبحانه وتعالى توفيقا ولا تسديدا ولا معونة لله سبحانه وتعالى. فدائما ينسب الفضل لنفسه وحده. فاحنا بنقول يا أخوانا أن العصبية هذه أو التدين الناقص هذا بيفرغ الإرهاب وسبب في المشكلات، وكذلك يفرق بين الأمة ويسود وجه الإسلام. العصبية والجهل بيفرق بين الأمة ويسود وجه الإسلام، وأيضا يجعل يخرج التدين الناقص ده، يفرق لنا بقى أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. ليه؟ بسبب الجهل أو بسبب الفهم العقيم خلاص، أو العلم الناقص. فبتجي بقى تبص تلاقي كوارث وحدث ولا حرج، وده طبعا انت لو بصيت شمال او يمين هتلاقي يعني كوارث بتحصل وما تقدرش تتكلم، انت ما تقدرش تتكلم. ليه؟ يعني ده طالع يقول لك اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يعني انا امبارح بعض الشباب ارسل لي فيديو يعني بيقول لي رايك فيه والكلام ده، فلقيت حد طالع بيتكلم على الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، في الآيات يعني. والله العظيم شر البلية ما يضحك،
مرة واحد يقول لنا مش شرط انك تؤمن بالنبي محمد وتبقى مؤمن عادي، واحنا مطالبين ان احنا نتكلم ونرد. ودواليك بقى يعني ايه، دائرة لا تنتهي، حلقة كده ايه مفرغة، واحنا بنلف وندور ورا بعض. واحد يلقي لك يا ريتها شبهة جاية من المستشرقين، انما جاية من يتسمون باسماء المسلمين ويعيشون بين المسلمين ومسلمين، ما نقدرش نتكلم. فيقول لك لا، شهادة أن محمد رسول الله مش ركن من أركان الإيمان، ممكن عادي تبقى تكفر بمحمد وتبقى مؤمن عادي جدا، حاجة كويسة أو حاجة حلوة. بقول لك امبارح إن الأخ ده طالع بيتكلم وهو بيتهم يعني كل اللي فاتهم واللي جايين واللي شمال واللي يمين بأن اللي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار مش أبو بكر، واحد تاني، ورايح بقى يجيب شمال ويجيب النص ويحاول يلوي وشمال ويمينه، يقول فين ذكر ابو بكر فين في القران، وكلام زي الاطفال، حاجات يعني يعني انا قلت المره اللي فاتت قلت ده من المضحكات، من المضحكات. فده اشياء ما انزل الله بها سلطان، وما كانش حد يتوقع ابدا. يعني لو ارجع بالزمن شويه مش كتير، واعرض على اللي كان حاضر او اللي كان بيعيش او اللي عايش دلوقتي بس من فتره من 10 سنين كده، اعرض عليه بعض الاشياء اللي بتطرح وبتطفح بها الفضائيات ووسائل التواصل، ما يصدقش. مش ممكن، مش ممكن ابدا ان يجي حد يتكلم بهذه الطريق. فانا بقول الجهل والعصبيه هو ده سبب، الجهل والعصبيه هو ده سبب، تعصب لراي معين، مش عارف يفهم المساله من كل الجوانب بكل الاطراف، خلاص حكم عليها بعقله القاصر. قرأ مثلا معلومة والمعلومة دي مردود عليها من مئات العلماء وما فيش فايدة. ليه؟ لأنه متعصب لرأي لا يعرف إلا هو، وبعدين عنده جهل في هذه المسألة. فأنا بقول ببص الشباب اللي هم قوام الأمة وعمود الأمة، إن هم يهتموا بالقراءة ويهتموا بسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويهتموا بتفسير القرآن ويهتموا بتفسير الأحاديث والكلام ده، لأن طبعا لازم يعني تعلم. فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهله، لازم الإنسان يتعلم ويدرس. وأنا بكلم طبعا بكلم مع طلبة العلم اللي هم المعنيين بالدراسة واللي بيتصدروا بعد كده ويبدأوا يكلموا الناس ويبدأوا يشرحوا للناس القرآن ويبدأوا يشرحوا للناس السنة ويبدأوا يشرحوا للناس تعاليم الدين والحرام والحلال. فما ينفعش ابدا، لا يليق ابدا ابدا ان احنا نؤتى من قبل انفسنا. وانا بقول دايما ان الاسلام بيؤتى من قبل ابنائه، بيؤتى من قبل اتباعه وابنائه. بص شوف المسلمين بيصدروا ايه بره، وبعدين ياخدوا بقى من تصرفاتنا وسلوكياتنا واخلاقنا وعباداتنا ويبداوا ايه يرجعوا لنا في صورة ايه نقد لازع، وفي النهاية بيتهموا ان الاسلام هو السبب في هذه الاشياء البعيدة كل البعد، والذي الاسلام منها بريء او براء. لكن انا بقول دايما يا جماعة احنا مش عايزين نبقى معول هدم في لدين الله سبحانه وتعالى. احنا عندنا اوامر وعندنا ضوابط، يعني ربنا عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بها، والنبي أمرنا بذلك، أو علم الله عز وجل نبيه والنبي علمنا إياه. عندنا كتير جدا جدا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عندنا كتير جدا جدا، يعني من قال لا أدري فقد أفتى. عندنا نماذج من الصحابة في منتهى الروعة، ما كان بيسأل ابن عباس عن مسألة فيأتي له سائل يقول له يا ابن عباس ما تقول في المسألة الفلانية؟ إيه رأيك في المسألة الفلانية؟ فكان بيرد عليه رد جميل، يا ريت يعني إخواننا الدعاة والأئمة وأساتذة الجامعة والمعنيين بالمسألة دي يردوا بما رد ابن عباس، أو يفهموا ويستوعبوا كلام ابن عباس ويتعاملوا بيه. ابن عباس قال له إيه؟ قال أوقعت هذه المسألة؟ المسألة أنت بتسأل عليها دي وقعت؟ يعني أنت بتسأل على حاجة حصلت ولا بتسأل على حاجة لو حصلت؟ خلاص؟ فقال لم تقع بعد. قال فإذا وقعت فأتيني. يعني يا عم الشيخ يا مولانا لما المسألة تبقى واقع تعال اسألني عنها، ما تقوليش بقى طب لو حصل كذا. طب ليه؟ ده يا جماعة باب من أبواب التشدد والتشديد اللي ربنا عز وجل رفعه عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام، رفع عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. خلاص اذبح أي بقرة وخلاص، موضوع خلصان. لا، يسألوا ما هي،
وما لونها وما طولها وما كذا وما كذا، حتى قال ابن عباس أيضا وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام شددوا فشدد الله عليهم. ولذلك خذ مثال يدلك على أن الجهل سبب المصائب وسبب كتير جدا جدا من اللي الناس وقعت فيه. زمان كان الواحد إذا أراد أن يطلق زوجته لا أن تطالق، موضوع خلصان خلاص. النهارده تسمع بقى اللي كان بيشرب عصير وحلف بالطلاق، اللي كان الاكل سخن وحلف بالطلاق، اللي كان مش عايزه تنزل في حلف بالطلاق، اللي وبعدين تسمع تدوخ وما انتش عارف تقول ايه وما انتش عارف تحكم ازاي ليه؟ شددنا فشدد الله علينا. الايمان سهل واخذ من معين صافي خلاص، القران والسنه بفهم علماء الأمة وفهم سلف الأمة وفهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فدايما يا جماعة أنا بقول إن الجهل والعصبية سببان مباشران في البعد عن رب العالمين وفي الهوان والضعف والحالة العامة التي تعيشها أمة الرسول عليه الصلاة والسلام. اهتمت بأشياء فرعية وتركت الأشياء الأساسية والرئيسية والثوابت خلاص. والنهارده عاد بيشغل الشباب إيه؟ المغني الفلاني عاد بيشغل الشباب اللي مش عارف ايه الفلاني. القدوات النهارده عادت مين بالنسبه للشباب؟ القدوات النهارده يعني انا لما شفت فيديو ان بعض الشباب لا عارف اسم النبي ولا عارف ام النبي ولا عارف اولاد النبي عليه الصلاه والسلام وعارف ما يعرفش حاجه عنه خالص خالص. في المقابل بقى اساله عن اي حاجه انت عايزها، طبعا انتوا فاهمين انا بتكلم في انه اتجاه يعني. فعملت فيديو 4 دقايق ونص بيتكلم عن حياه النبي من يوم ما اتولد الى ان مات في 4 دقايق ونص. ليه؟ طبعا ما هو المطلوب دلوقتي على وسائل التواصل كده، ما انت عشان تقعد ساعه على الفيس او على اليوتيوب تشرح بقى الغزوات والحياه النبي من الالف للياء والكلام ده محدش هينتظرك خلاص. فقالوا ان ده اللي مواكب للعصر مواكب للكده، فاحنا بنحاول ندلو بدلونا في هذا الباب خلاص. فالسطحيه العامه اللي بيمر بها الشباب وتمر بها الأمة ده يا جماعة لابد ان احنا نقف وقفة في هذا الباب. ولذلك احنا بنقول ايه؟ نبتعد عن الجهل ونبتعد عن العصبية كما ذكرت لكم، والأمثلة كتيرة جدا جدا وموجودة ولا تخفى على أحد ولا يحتاج يعني أحدنا أو لا يعاني إذا أراد أن يأخذ مثالا واقعيا من حياتي التي يعيشها سواء في بيتي أو خارج بيتي أو في الكلية أو في الشغل أو في الطريق أو حتى في المساجد خلاص. نسأل الله العافية. السبب الثالث كثرة المعاصي. السبب الثالث كثرة المعاصي، ده السبب الثالث من أسباب الضعف والهوان. يعني كثرة المعاصي دي يا جماعة يعني فيها شقين. الشق الأول التساهل بالمعصية خلاص، أصبح البني آدم بيعمل المعصية ولا يعني يشعر بأثر المعصية ولا بحر المعصية في قلبه، وده خطير جدا 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 إن الإنسان يألف المعصية يألف المعاصي. يعني لا يحزن، كلنا أصحاب أخطاء كلنا أصحاب ذنوب، وربنا سبحانه وتعالى يعني بشر الأمة جميعا بقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم خلاص، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ماذا؟ لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فذكر الله عز وجل المسرفين في هذا الأمر، مش العصاة بس، المسرف على نفسي. لكن الإشكالية في إيه؟ الإشكالية مش في المعصية في حد ذاتها، الإشكالية في أن الإنسان عاد لا ينفعل من المعصية، لا يحزن على معصية إن عصى ربه سبحانه وتعالى. عاد المسألة زي ما قلت لحضرتك في إلف عادة، المسألة بقت عادية خلاص. لكن لو الإنسان بيعصي الله سبحانه وتعالى ويتحرك فؤاده ويندم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى فماشي لا بأس، وتوب إلى أن تموت. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به خلاص، فليفعل عبدي ما شاء. طالما أنه بيستغفر الله سبحانه وتعالى أو بيندم إذا وقعت منه معصية بغير قصد، يتوب إلى ربنا ويرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. لكن الإشكالية النهاردة أن احنا عدنا وصلنا لمرحلة في منتهى الخطورة، اللي يعني لا يكاد إنسان عاقل
أن يتخيل أو يتصورها أنها تقع من مسلم. وأذكر لكم على سبيل المثال، والقلب يعتصر ألما، بعض الأشياء اللي احنا شفناها، من احنا مأمورين في ديننا ان احنا لا نقول لهما أف ولا ننهر الوالدين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وربنا قال لنا يعني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. كل ده وتجد من يتباهى ويعرض صورة وهو يؤذي أمه، بيؤذي أمه وبيعرض صورة هو وزوجته، ويعني بيضحك ويسخر من هذه الأم في مشهد في منتهى السخافة ومنتهى السفالة ومنتهى الوضاعة في سخريته من أمه، الأم التي أحبت ابنها أكثر من نفسها، الأم التي يعني عاشت وحرمت نفسها حتى يعيش هذا الشاب أو هذا الابن، الأم التي قد تنسى نفسها ولا تتذكر إلا ابنها فقط، الأم اللي ممكن تعمل كل حاجة وتخرج نفسها من الحسابات عشان خاطر هذا الابن اللي بيسخر منها الآن وبيصورها في التواصل الاجتماعي، وبص وينظر إلى الناس يمنى ويسرى وهو سعيد بما يفعل في من إيذائه لأمه. الأم التي أحببته وأيم الله أكثر من نفسها، أحببت الابن أكثر من نفسها. وكل شاب النهارده عنده ابن عارف يعني إيه، عارف يعني إيه أم ويعني إيه أب، فتوصل الدرجة وتوصل السفالة والانحطاط الأخلاقي والتراجع في السلوكيات وهذا الجمود وهذا العقوق، إلى أن يهزأ الابن بأمه بهذه الطريقة. يعني أنا مش لاقي تعليق غير أن هذا من علامات الساعة ولا ريب، أن هذا من علامات الساعة التي تحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وأعلمنا أن الله عز وجل حرم علينا عقوق الأمهات ومنعنوهات وواد البنات، وعقوق الأمهات والآباء النهاردة عاد حاجة عادية جدا جدا، تفضيل الزوجة على الأب وعلى الأم، تقديم طلبها وتقديم ما تريد عن طلب الأب أو عن طلب الأم، إن الأب بقى أداة قديمة والأم خلاص عقلها على قدها. كنت فين انت وانت صغير، والام ما كانتش، وكان عقلك فين، وكان لبسك في فين، وكان شكلك فين، وكذا وكذا. فنصل الى هذا الحد، وبعدين تريدون ان يعني نبقى امه قويه وامه شديده وامه لها وضعها بمثل هذه الاشياء. ان يكون، ان يكون ايضا هذا الذي يعني يغتصب البنت طفله صغيره وبرضه بيصور تواصل، يعني سبحان الله العظيم. يعني أنا مش عارف، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وما ذئب بآكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. كل حتة، كل مربع من مربعات الأمة الإسلامية فيها إشكالية وفيها خطأ وفيها بعد عن ربنا سبحانه وتعالى. إذن لابد أن يضرب الهوان هذه الأمة والضعف هذه الأمة كما أذكر لكم، لأن إحنا لم نتمسك بحبل الله ولم نتمسك بكتاب الله ولم نتمسك بكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام به، تمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ كتاب الله وسنتي، كتاب ربنا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأين البر وأين قراءة القرآن؟ وقد يكون هذا الإنسان حافظا لآيات تتلى فيها أن الله عز وجل حرم العقوق وحرم حتى مجرد إنسان يتأفف من الأب أو الأم. كذلك من أسباب الهوان والضعف الذي نعيشه أن يتعامل المرء بالحرام، يتعامل المرء بالحرام. وقد نهى النبي وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك كما ذكر: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه سبحانه وتعالى حتى ترجعوا إلى كتاب ربكم.
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ذكرت البعد عن الله عز وجل، البعد عن الله عز وجل، كذلك الجهل والعصبية، كذلك كثرة المعاصي، وأخيرا التعامل بالحرام. وطبعا يعني حتى لا يعني ينتهي الوقت أو ينسحب البساط من تحت أقدامنا، المخرج من مما يعانيه المسلمون، إيه المخرج من هذا الذل وهذا الضعف وهذه الحالة العامة والحالة النفسية السيئة على المستوى العام؟ إن احنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا أذكر لك كلام الإمام مالك رضي الله رحمه الله تعالى، ولخص كل ما يحتاجه الناس، لخصه الإمام في كلمة أو في جملة واحدة، قال: لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. مش هيصلح حال آخر هذه الأمة إلا كما صلح حال أولها. يعني زي ما النبي عليه الصلاة والسلام جاء في مجتمع كل عصبية، وجاء في مجتمع كل جهل، وجاء في مجتمع كل وأد للبنات وكل عقوق، وجاء في مجتمع يفرقون فيه بين السيد والعبد وبين فلان وفلان، ويتباهى الناس بالأحساب والأنساب، وكان في غلظة في القلوب، وكان في كفر، وكان في إلحاد، وكان في عبادة لغير الله سبحانه وتعالى وشركيات وكذا. جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الإسلام، ثم حرك هذا المجتمع، ثم غيره في سنوات يعني يسيرات، وحدث ما حدث، وسدت الأمة وقادت بسبب تعاليم ربها سبحانه وتعالى وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وما نفذه أصحابه من بعده رضوان الله تعالى عليهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. يبقى الإمام مالك قال في كلمات عظيمة المبنى قليلة عظيمة المعنى قليلة المبنى، سطر أو سطر ونص: لن يصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أول هذه الأمة. طيب، أول مراحل الإصلاح، أول مراحل الإصلاح يا جماعة، إن كل واحد يبص على نفسه، كل بني آدم يبص لنفسه ويرجع إلى نفسه ويفتش في حال نفسه. وعامل نفسك معاملة الشريك، عامل نفسك معاملة الشريك. وعلى ما بقاله شريك في عمل في تجارة بيبدأ يحاسبه، ده راح فين وده جه منين وزي كذا وكذا. ولذلك أول مراحل الإصلاح إن الإنسان يصلح من شأن نفسه، تصلح من شأن نفسك. بلاش تبص للناس كلها على أنهم يعني في حالة نقص وأنت بس اللي كامل، انت بس اللي بتفهم، انت بس اللي عارف، والناس كلها جهال وكلها منافقين وكلها كذابين وكلهم كفار والكلام ده، وتوزع ألقاب الكفر بقى والنفاق والتفسيق على خلق الله. غلط. لذلك انت لو بصيت على مراحل نزول الوحي هتلاقي ان هي نزلت اول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام لإصلاح نفسه. يعني عندنا اقرأ، ثم بعد ما نزل بعد ما أنزلت اقرأ نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها المزمل، يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إصلاح لنفس النبي عليه الصلاة والسلام، ده ابتدأ به رب العالمين سبحانه وتعالى خطاب نبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. تدريب للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يصلح نفسه، حتى تكون مستعدة للمرحلة اللي بعد كده. بعد كده نزل إيه؟ يا أيها المدثر، يا أيها المدثر، ماذا يفعل؟ قم فأنذر. يبقى بعد أن قال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قم الليل إلا قليلا، اهتم بنفسك وحاول تصلح نفسك وتعلي من شأن نفسك بالنسبة للإيمان وتحصن نفسك بالعقيدة السليمة وكذا وكذا، ابدأ بعد كده المرحلة الأوسع أو الأبعد اللي هي إيه؟ يا أيها المدثر قم فأنذر غيرك بقى. وإحنا بنقع في الخطأ ده على طول. الإنسان أول ما يقرأ كتاب خلاص يبدأ يجبر على خلق الله، وزي ما قلت لك بقى يسب وشتم وتبديع وتفسيق وكذا وكذا، مع أنه كله على بعضه مخالفات، كله على بعضه نقائص، كله على بعضه أشياء غير منضبطة بالمرة. لكن هو بيوجه اللوم وبوجه العتاب وبوجه النصائح والتوجيهات بطريقة سيئة جدا جدا، حتى بتنفر منه. وأنا بقول يا جماعة إخواننا،
الالتزام وانك تبقى عالم مش معناه ان انت تبقى مكشر ليل ونهار، مش معناه ان انت تبقى بتتكلمش مع حد، مش معناه ان انت تبقى قاعد لوحدك في مكان لوحدك. لا، النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش كده ابدا ابدا. والنبي هو من قال: ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع الرفق من شيء الا شانه، كما قال لعائشه رضي الله تعالى عنها. ذلك احنا بنقول ايه؟ بنقول لما تيجي تدعو خلي دايما قدامك كلام الله سبحانه وتعالى أمام نواظرك، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة والموعظة الحسنة، خلي الكلام بتاعك كل جملة في موضعها، دي الحكمة خلاص في موضعها. وبعدين خلي أسلوبك كويس وطريقتك كويسة، وبلاش إنك تنهر وبلاش إنك تقنط. والشباب النهاردة محتاج اللي يقوله تعال ياخد بإيده، الشباب النهاردة محتاجك، محتاج ان انت بدل ما تقنطه، بدل ما تيأسه من رحمة الله سبحانه وتعالى، محتاج تقول له: لا، تعال تعال، انت كويس، انت ما عندكش اخطاء. حتى لو عندك اخطاء ربنا بيقبل التوبة، وربنا سبحانه، ولا الشباب بيفروا من تحت ايدينا وبيذهبوا للالحاد وللبعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك انا بقول لك اصلاح نفسك اولا، زي ما فعل الله عز وجل، امر الله عز وجل نبيه ان يصلح من نفسه، ثم قال: يا ايها المدثر قم فايه فانزل. ينزل من بقى؟ الايه نزلت بعد كده، بعد يا ايها المدثر. شوف الترتيب اللي انا بقوله لك: اقرا يا محمد، خلاص يعلمه، وبعدين يا ايها المزمل يصلح نفسه اولا، وبعدين قم فانزل يا ايها المدثر، قم فانزل تصلح بعد. طب ينذر مين؟ ربنا بعد كده انزل: وانذر عشيرتك الاقربين. وانذر عشيرتك الاقربين، ما تبقاش عندك بيتك بايظ واهلك عندهم مشاكل وتروح تقول لي: ده انا خارج ادعو في مكان بعيد عن البيت. طب ما تشوف اولا، لان ربنا تعامل كده مع النبي عليه الصلاه والسلام: وانذر عشيرتك الاقربين، يا صفيه عمه محمد، يا فاطمه ابنه محمد، يا عم محمد. بدا النبي يدعو عشيرته، وبعد كده بعد المراحل دي خلي بالك، شوف انا قلت ايه: اصلاح النفس خلاص، وبعدين اللي بعد كده الغير اللي هو القريب، وانزل عشرتك الاقربين، قم فانزل، وانزل عشرتك الاقربين، الترتيب اهو. بعد كده: وما ارسلناك الا كافه للناس. وما ارسلناك الا كافه ايه؟ للناس. يبقى هذه المراحل التي ينبغي ان يعني يخطوها المرء حتى يصل الى الله سبحانه وتعالى. بعد كده بعد اصلاح النفوس بياتي اصلاح البيوت. اصلاح البيوت، علم نفسك، صحح أخطائك، التزم بأوامر ربنا، حاول أنت تقلل من المعاصي، تقلل من الأخطاء، حاول أنت تتوب، حاول ترجع إلى الله، ترد مظالم، كذا كذا كذا. وبعدين البيت بقى ده الدعامة الأساسية لبناء مجتمع قوي. مش إحنا عايزين مجتمع قوي؟ مش إحنا بنقول هوان وضاع في الأمة؟ ما هو ده معتمد على إيه؟ إحنا بنعاني على مستوى الأفراد والجماعات والمجتمعات. فأنت ابني أفراد أقوياء، أفراد أسوياء، بعد كده هتجد ان المجتمع بينهض، لانه بيتكون من فرد وفرد وفرد، بيكون مجموعه، والمجموعه تكون مجموعات، الى اللي هو النسيج الايه؟ النسيج الذي يتكون منه المجتمع. فالبيت ده الدعامه الاساسيه لصلاح المجتمعات، فعليك ان انت تصلح هذا البيت، لان ربنا امرك بكده. ربنا عز وجل قال: يا ايها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كل ده من باب إصلاح البيوت. لو عندك بنت في البيت، علمها إزاي تتعامل مع زوجها، علمها أن جوزها ده جنتها ونارها، علمها أن الطاعة واجبة في المعروف. لو عندك أولاد علمهم أن للزوجة الحق ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، علمه غض البصر، علمه، ابدأ فعل ما تعلمه في هذا البيت حتى ينشأ نشأة طيبة. وربنا عز وجل ذكر أن من يفعل ذلك فهو خاسر. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل: ألا ذلك هو الخسران المبين. يعني ده مش ده الخسران المبين؟ الإنسان بعد ما يخسر نفسه ويخسر بيته ماذا يفعل؟ يبكي حين لا ينفع البكاء، أو يندم حين لا ينفع الندم. ساعتها يقول: هيهات هيهات، مش قادر يرجع ومش قادر والندم لا فائدة منه. يبقى أول حاجة إصلاح النفس، ثاني حاجة إصلاح البيوت، بعد كده بقى بنقول إصلاح المجتمع. إصلاح المجتمع اللي هو إيه بقى؟ اللي هو ترابط المجتمع، ترابط المجتمع. إن يا جماعة إحنا المفروض أمة الجسد الواحد، إحنا أمة الجسد الواحد. المجتمع الكبير ده كله المفروض إن هو جسد واحد. يعني أنا أشعر بيك، وحضرتك تشعر بأخيك، وتشعر بجارك، وتشعر بزميلك، والكلام ده كله كما قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إحنا بنقول إيه؟ بنقول إصلاح النفس، إصلاح البيوت، إصلاح المجتمعات،
ده يكون المخرج من الضعف والهوان الذي تعيشه أمتنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تملأ القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن